بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمل وياكم الجزء الثاني من محاضرة الدنتال إمبلانت. بالمحاضرة السابقة توقفنا عند موضوع الأوسيو إنتجريشن، وقلنا الأوسيو إنتجريشن هو بمعنى Time Dependent Healing Process whereby clinical rigid fixation of alloplastic material is achieved and maintained during functional loading، بمعنى انه احنا نحصل على maximum contact بين الامبلانت وبين البون. وقلنا انه السيرفيس مال الفيكستشر مال الزرعه يكون rough surface، بمعنى يحتوي على microporous ثقوب صغيره مجهريه. هاي الثقوب تسمح وتكون مطليه بما ويفضل انه هي تكون مطليه، يعني هاي مو كل الزرعات لكن اغلب الزرعات تكون مطليه بماده تحفز بايو اكتيف سبستانس تحفز لنا على البون فورميشن مثل الهيدروكسي ابيتايت. هاي المايكروبورس اللي نشوفها قلنا انه البون راح يتغلغل بداخلها، وين فتش نسميه الاوستيو انتجريشن، بمعنى الالتحام العظمي بين الامبلانت وبين الناتشورال بون. طبعا اكو عندنا الاوستيو انتجريشن بطريقه او باخرى يشار على انه يقيس لنا نسبه الامبلانت ستابيليتي. الامبلانت ستابيليتي هي حقيقه اكو بها نوعين، اكو البرايمري ستابيليتي وعندنا السكندري ستابيليتي. البرايمري ستابيليتي هي الستابيليتي او الثباتيه اللي ناخذها اثناء ما نخلي الامبلانت بداخل البون. اثناء ما نخلي الامبلانت المفروض انه هي تكون عندنا برايمري ستابيليتي. ليش؟ حتى نحصل على ماكسيمم كونتاكت بين البون وبين السيرفيس اوف امبلانت. طبعا اذا كانت لوز فمعناها انه احنا عندنا جاب موجود بين الامبلانت وبين البون، بالتالي هذا الجاب راح الهيلينج بروسيس مالته ما نضمن انه راح يكون بون وراح يكون فايبرس على الاكثر، فما راح يصير عندنا اوسيو انتجريشن، راح يصير فايبرس كونكشن او بين الامبلانت والبون. وطبعا هذا يعتبر على المدى البعيد وفيلر بالامبلانت راح يصير عندنا. ايضا وضحنا انه قلنا اكو فرق عندنا بين الامبلانت وبين ناتشرال بون. قلنا انه الناتشرال بون العفو بين الامبلانت والناتشرال توث، الناتشرال توث يكون الاتاتشمنت مال تويه البون عن طريق فايبرز اللي هي شاربيز فايبر، لكن الامبلانت لا، الاتاتشمنت يكون مباشر، فيعني تقريبا هو انكيلوسز، يعني بالضبط هو الامبلانت يكون انكيلوزد تو ذا بون. اكو هواي اطباء اسنان حتى يقلل التكلفه على البيشنت فيحاول انه يسوي زرعه مثلا يقول له بالخلف ونربط بريدج او جسر على الناتشرال توث. حقيقه هذا ممكن تمشي فتره لكن هي على المدى الطويل راح يصير بها فيلر، لان قلنا الناتشرال توث بي فيزيولوجيكال موفمنت، موفمنت بسيطه جدا لان هو يعني مو انكيلوست الناتشرال توث، بالتالي هاي الموفمنت البسيطه بمرور الزمن راح تاثر لنا على الاوستيو انتجريشن بين الامبلانت والبون وتؤدي الى خساره الامبلانت. الان راح نتكلم عن موضوع الفاكتورز ذات افكتنج اوستيو انتجريشن. الاوستيو انتجريشن حقيقه هي اهم شيء في موضوع الدنتال امبلانت، يعني هو الاساس اللي راح تثبت عليه الكراون الزرعه والكراون. لذلك ضروري جدا نعرف انه شنو العوامل اللي ممكن انه تساعد على انه احنا نحصل على افضل نتيجه. اهم فقره طبعا عندنا هي الامبلانت باي كومباتيبلتي، نوع الزرعه. اكو قسم من الزرعات تكون مصنوعه من التيتانيوم فقط، اكو قسم تكون على شكل سبيكه تيتانيوم وياها مثلا الومنيوم، اكو قسم منها تجي مصنوعه من ماده الزارغون، اكو قلنا قسم من الشركات تحسن الاداء مالتها ويطلوها بايو اكتيف ماتيريالز اللي تشجعنا، هذه اللي تشجع على البون فورميشن مثل الهيدروكسي ابيتات. هذه بالمجمل كلها تختلف بقابليتها على الاوستيو انتجريشن. ايضا عندنا الامبلانت ديزاين، حكينا بالمحاضره السابقه قلنا الامبلانت
تحتوي أو الفيكستشر يحتوي على threads. هاي threads كل ما كان عددها أكبر كل ما كانت المساحة السطحية بين البون وبين الإمبلانت أكبر، بالتالي الأوسيو انتجريشن راح يكون أفضل أيضا، لكن البرايمري ستابيليتي راح تكون أقل بالمقارنة لما تكون الثريدز ثين ووايد. الامبلانت سيرفيس ايضا قلنا انه الفيكستشر دائما او الامبلانت يعني دائما يعاملوها بمواد خاصه تسبب لنا يعني مايكرو بورس بالسيرفيس مالتها. هاي طبعا المايكرو بورس هي الفكره انه تزيد لنا السيرفيس اريا وبنفس الوقت انه تسمح انه البون يتغلغل. ايضا عندنا موضوع البون كواليتي راح نتطرق له بعد قليل، وعندنا ايضا السيرجيكال تكنيك. السيرجيكال تكنيك جدا مهم انه احنا بتاثيره على الاوسيو انتجريشن. دائما الاريجيشن اثناء الدرينج اوف بون هيفي اريجيشن، دائما نستخدم شارب دريل، وايضا نستخدم وياها وايضا نستخدم لو سبيد. هاي الفكره كليتها حتى لا يصير عندنا هيتنج للبون ويسبب لنا نكروسز للاوستيوسايت والاوستيوبلاست، فما راح يصير عندنا فراح يساعدنا فشل بالاوستيو انتجريشن. ايضا اللودنج كونديشن البتر ريزلت نحصلها لما هي الطريقه التقليديه نخلي الامبلانت وننتظر 3 الى 6 اشهر الى يصير اوسيو انتجريشن، لكن اكو طرق ثانيه ممكن انه احنا نسوي ايميديت لودنج عليها او يعني لسبب او لاخر نحتاجها في حالات معينه، هذه ايضا تاثر على الاوسيو انتجريشن. الانفكشن كنترول واحد من اهم الامور واهم المسائل اللي تاثر على الاوسيو انتجريشن. عندنا تايب اوف بون البون كواليتي. البون يقسم الى اربع اقسام D1 D2 D3 D4 بالاعتماد على الكواليتي مالته. الدي 1 اللي هو يكون يعني معظم البون يعني يكون عباره عن كورتيكال بون، نسبه الكانسلس بون بتكون جدا قليله والترابيكولاي مالته تكون مضغوطه، يعني الترابيكولاي نفسها تكون دنس ترابيكولاي. التايب 2 لا تكون الكورتكس ثيك لكن الترابيكولاي تكون قليلة لكن أيضا كوندنس. التايب 3 لا تكون عندنا نسبة الكانسلس بون تكون أعلى، والتايب 4 يكون نسبة الكورتكس بي تكون جدا قليلة، يعني الكورتكس ما تكون ثن والكانسلس بون وايد ترابيكولاي. طبعا الفرق بيناتهم ضروري انه احنا نعرف التايب اوف بون اثناء ما يعني قبل لا نشتغل. عندنا التايب 1 نتوقع دائما اثناء الدرلينج انه يعني يصير عندنا اوفر هيتنج، يعني بصعوبه تصير عمليه الدرلينج، بالتالي راح يصير عندنا اوفر هيتنج فنسبه انه يصير باوستيو انتجريشن فيلر بالاوستيو انتجريشن جدا عاليه، لذلك نحتاج انه احنا نخلي شارب بير اثناء شارب دريل وايضا هيفي اريجيشن نستخدم وياه. بالنسبه للتايب 4 على النقيض من عند التايب 4 ما راح نحصل برايمري ستابيليتي بسهوله، يعني من نخلي الزرعه ما راح انه يكون بها برايمري ستابيليتي تكون لوز، بالتالي انه ما راح يصير عندنا ماكسيمم كونتاكت خلينا نقول بين البون وبين الزرعة فتكون لوز وما راح يصير عندنا السكندري استابلتي او الاوستيو انتجريشن. لذلك انه احنا من نتعامل ويا التايب 4 المفروض نقلل الدايميتر مال الدريل، يعني مثلا انه احنا عندنا زرعة خلينا نفرض انه الويدث مالتها 4 ملم مثلا، ال 4 ملم احنا هنا ما راح نستخدم دريل 4 ملم، راح نصعد بالتدريج اخر دريل نستخدمه يكون 3.5 يعني 3.5 ونوقف، بالتالي راح نخلي الزرعه راح الامبلانت يعني هي راح تسوي اكسبانشن للبون. هاي طبعا نستخدمها بالدي 4 بس بالدي 1 لا، يعني ما راح نقدر نستخدم هذا الطريق لان هو دنس، ف نخلي السايز مال الزرعه مال اخر دريل يكون نفس السايز مال
الزرعة أو الفيكستشر. طيب شلون انه احنا نقيس الميجرمنت اوف اوسيو انتجريشن؟ شلون انه احنا نقيس درجة الثباتية او الاوسيو انتجريشن؟ طبعا هذا موضوع جدا طويل بتفاصيل كثيرة. كطلبة طبعا اكو عدة طرق، اكو الهيستولوجيكال اناليسيس، عندنا تنشنال تيست، عندنا البوش اوت بول اوت تيست، عندنا ريموفال تورك اناليسيس، وعندنا هيستومورفومتريك اناليسيس. هذه عدة طرق كثيرة بها تفاصيل كثيرة كطلبة مرحلة خامسة في كلية طب الأسنان، يعني مطالبين أنه تطلعون عليها فقط. واللي يحب يأخذ معلومات أكثر عن هذا الموضوع فأنا خليت لكم اللينك مع الارتيكلز يتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل كثيرة، بتفاصيل دقيقة العفو. فاللي يحب يطلع أكثر على هذا الموضوع من عندكم ان هو يطلع على هذا اللينك، ممكن يفوت على هذا اللينك. طيب كلينيكالي، يعني كلينيكال شلون انه احنا نسوي اسسمنت بصوره عامه، انه انت بعد مرحله الاوسيو انتجريشن اذا كانت عندنا موبيليتي فهي معناها فيلر عندنا، انه ما صار عندنا اوسيو انتجريشن، فممكن نشوفها كلينيكالي موفمنت نحركها بايدينا ونشوفها. وراديوغرافيكالي، راديوغرافيكالي على اعتبار انه احنا ناخذ اكس راي، ويفضل بري ابيكال لان بري ابيكال تكون تعطينا التفاصيل، او سيتي سكان. البري ابيكال تنطي فاين ديتيل بالمقارنه ويا الاو بي جي. فراح نشوف هذه الامبلانت وهذه الامبلانت، هذه الزرعه من راح نباوع عليها راح نشوف انه البون متغلغل داخل الامبلانت، يعني ماكو راديو ليوسنسي موجودة على طول الزرعة، بينما هنا راح نشوف انه اكو عندنا radiolucency around the implant، يعني اكو كأنما حد فاصل بين الامبلانت وبين البون. فهذا نسميه fibrous union، يعني انه هو او ما صار عندنا union اصلا، فما صار عندنا osteointegration. طبعا اكو طريقة ثالثة، ممكن عن طريق metal instrument انه نضرب الزرعة بال اي انسترومنت موجود عندنا، بالبروب مثلا مثل ميتاليك بروب، ونشوف الصوت مالته يكون اقرب الى الرنين من يكون عندنا اوستيو انتجريشن، بينما يكون دل الصوت مالته لما يكون عندنا فيلر بالاوستيو انتجريشن. طريقه حقيقه مو ساينتفك 100% مو معتمده، لكن هي ممكن تفيدنا كلينيكالي. طيب clinical assessment of patient need dental implant. الطريقة التقليدية بالي الكيشيت حكينا عنها بالمحاضرات السابقة هواية، قلنا كل أي حالة تجي لازم نسوي ناخذ history، ناخذ بعدين نسوي clinical examination intraoral extraoral، ومن ثم investigation، ومن ثم نسوي radiographical evaluation قبل أن طبعا هذا شيء عام لكل الأورال والفاشيال ليجنز اللي نتعامل بها. بالنسبه للهيستوري بالدنتال امبلانت جدا مهم، لازم ناخذ دنتال هيستوري وناخذ الميديكال هيستوري للبيشنت. مثلا البيشنت لما يكون هيفي سموكر هذا كونترا انديكيتد تو امبلانت، يعني لما يكون هيفي سموكر وصار لفتره طويله توقع نسبه الفيلر تكون عنده عاليه. ايضا البيشنت اللي يكون ان كنترولد دايابيتيك هذا البون مالته معرض انه هو يصير به resorption. ايضا البيشنت اللي عنده سيفير اوستيوبوروسيس هذا البون مالته يكون ويك، ما راح يقدر يستحمل لنا الامبلانت. ايضا حالات محدده سايكاتريك بيشنت، احنا قلنا انه الامبلانت هي تحتاج عمليه دقيقه، تحتاج الى خطوات، تحتاج الى متابعه. السايكاتريك بيشنت ما راح يقدر انه يتبع لنا، ما راح يقدر يمشي على هذه الخطوات. ايضا البيشنت اللي عنده parafunctional habit، بيشنت اللي يقز على اسنانه بقوه مثلا، هذا راح يسلط يعني overload على الامبلانت. ايضا عندنا عمر البيشنت، البيشنت المفروض يكون النمو مالته تقريبا متوقف، يعني بعد 18 سنه، اقل من 18 سنه ما يرهم انه احنا نخليه ايضا امبلانت. يحتاج ايضا نسوي انفستيجيشنز، مثلا البيشنت على اعتبار هو سيرجيكال بروسيجر، نحتاج انه نسوي مثلا تحليل مال هيباتايتس، البليدنج تايم، ايضا كلوتينج تايم،
البي تي بي تي تي الاي ان ار، هاي المسائل هاي ضروري نسويها قبل الاوبريشن. ايضا الكثير من الحالات خاصه بالفيميل الاولد ايج نسوي تحليل مال الاوستيوبوروسيس هشاشه عظام. الان عندنا الراديوغرافيكال ايفالويشن. الراديوغرافيكال ايفالويشن موضوع جدا مهم بالامبلانت. اكو عندنا conventional imaging اللي هي البريابيكال اوكلوزال الاو بي جي سيفالو. سيفالو طبعا استخدامه محدود لان دائما يصير بي سوبر امبوزيشن، تعرفون هو السيفالو هو الترو لاترال فيو. البريابيكال نحتاجه حتى نسوي ايفالويشن لوكالي لمكان محدد، مثلا يعطينا ديتيل اكثر من الاو بي جي. الاو بي جي هي الستاندر اللي احنا نستخدمها، رغم مساوئها ممكن يصير عندنا ماجنيفيكيشن سوبر امبوزيشن يصير عندنا بالانتيرير ريجن تقريبا، بس هي جدا مهمه وجدا ضروريه نشيك بها هواي امور. الاوكلوزال نحتاجها احيانا حتى نشيك البوكولينجوال دايمنشن او الانجوليشن. هاي المسائل كلها تقليديه او الكونفنشنال ايمجينج. حاليا اللي موجود هو الكومبين سيتي سكان. الكومبين سيتي سكان يغنينا عن كل الامور السابقه الاو بي جي البري ابيكال السيفال وغيرها. بالنسبه للاو بي جي، الاو بي جي نحتاج انه احنا نعرف منها عده امور. اولا في حال وجود مثلا باثولوجي، احنا قلنا موضوع السيست من حكينا عنه والتيومر، قلنا اغلب الاودونتوجينيك سيست والتيومرز هي تكتشف صدفه، يعني صدفه اخذت له او بي جي وطلع عنده مثلا سيست او فد تيومر بناين تيومر او غيرها. فالمساله الاولى نشيك انه اكو باثولوجي او لا. المساله الثانيه بالنسبه عندنا ابر وعندنا لور. بالنسبه للور اهم نقطه عندنا هو الدنتال كانال، فالاو بي جي راح نشيك الكانال. احيانا تكون ما واضحه الكانال فهنا نكون مضطرين ناخذ كومبي سي تي سكان، واحيانا تكون واضحه نقدر نميزها. لكن مشكله الاو بي جي انه هي طبعا تنطينا صوره ثنائيه الابعاد 2 دي، او يعني بعدين فقط اللي هو طول وعرض، بس السمك ما راح تنطينا اياه، يعني مو مثل الكومبي سي تي. بالنسبة للنوار قلنا نشيك الدنتال كانال ومنتال فورامين، هاي أهم نقطتين. وبالنسبة للأبر نشيك المكزيلاري ساينس والنيزل فلور. طبعا بيري أبيكال قلنا احنا نشيك بها لوكال أريا تنطينا ديتيل أكثر من الأو بي جي، ممكن نشوف إذا أكو في ليجن معين، أو ممكن نسوي إيفاليويشن للإمبلانت أيضا عندنا نشوف إنه عندنا فراكتشر بالإمبلانت. هنا عندنا ريزوربشن دي يصير عندنا، بينما الكومبين سيتي سكان هو الاهم والافضل في موضوع راديوغرافيكال ايفالويشن اوف دنتال امبلانت. مثل ما نشوف تنطينا صوره ثلاثيه الابعاد، هنا راح نشوف اللينث والويدث، وهنا مثل ما نشوفوا هذا الكروس سكشن تنطينا ايضا السمك مال البون. طبعا احنا الفيو عندنا كورونال فيو وعندنا اكزيال فيو وعندنا ايضا انتيرير فيو الاو بي جي تنطينا اياها، وممكن انه ايضا ساجيتال يصير فابريكيشن الى، وممكن ايضا فابريكيشن تنطينا صوره 3 دي اللي هي ثلاثيه الابعاد. مثلا بالاو بي جي العاديه راح يبين لنا الكانال وممكن نشوف ارتفاع البون ايش قد، لكن هنا راح نشوف الويدث مال البون. هذا عندنا هنا الكانال مثل ما نشوف هنا، ومن عندها راح نحسب ايش قد عندنا بون الهايت مالته والويدث مالته، منا ايضا راح نقدر نحسبه. نشوف انه الويدث مثلا بهاي الحاله بالابر شلون نرو هنا يكون ثيك، هذه ما ممكن انه توفر لنا اياها الاو بي جي. طبعا نقدر نحدد مكان النيرف بهالطريقه هذه، ونشوف الانجوليشن ايضا يحدد لنا اياه مثل ما نشوف هاي البلين مالتنا
عندنا anatomical considerations. من نريد نخلي الامبلانت او الزرعه مالتنا، هل انه هي طريقه عشوائيه؟ لو اكو قياسات، طبعا اكو قياسات خاصه لكل منطقه. اولا من نخلي الامبلانت لازم يكون عندنا الليبيال بليت تكون او البكال بليت العفو 1 ملم نترك بون، البكال بليت بليتالي يكون عندنا 1 ملم، بين زرعة وزرعة يكون عندنا 3 ملم، بين زرعة وتوث ناتشرال توث يكون عندنا 1.5 ملم. فإذا هاي مسألة كلش مهمة، هاي العفو صورة جدا مهمة، تحفظون هاي القياسات عن ظهر غيب، يعني جدا مهم أن تعرفوها. المسافة بين ناتشرال توث وبين الامبلانت 1.5 ملم، بين تو امبلانت 3 ملم، الليبيالي أو بكالي يكون عندنا 1 ملم، ولينجولي أو باليتالي راح يكون عندنا لازم 1 ملم. طبعا بالأستاتيك زون بالأنتيريور ريجين نحتاج أنه الليبيال بليت يكون عندنا على الأقل يعني 1.8 إلى 2 ملم، يعني بعض المصادر تقول لك لا لازم على الأقل 2 ملم يكون عندنا ليبيالي. ممكن يصير عندنا ريزوربشن، وهذه أستاتيك زون راح تكون الزرعة عندنا الإمبلانت راح تكون واضحة، فيعني دخلنا ب يعني أستاتيك بروبلم خلينا نقول. أيضا عندنا بالنسبة للجدول بالقياسات، عندنا عن المكزيلاري ساينس المفروض يكون نترك مسافة أمان 1 ملم، لينجوال بليت قلنا 1 ملم، فكال بليت قلنا 1 ملم، الدنتال كانال المسافة عن الدنتال كانال المفروض تكون 2 ملم حتى نأمن على النيرف. الانتر ارش ديستانس 7 ملم، اللي نقصد به المسافة ويا الأوبوزينج توث، يعني يكون عندنا سبيس يعني ويا الأوبوزينج توث على الأقل 7 ملم. سيرجيكال تكنيك، الكي for successful preparation حتى على أثر نحصل good osteo integration هي أول فقرة أنه إحنا نبدأ عادة بالبايلوت دريل اللي يسوينا perforation للcortex بالبداية. النقطة الثانية لازم يكون عندنا اطلاع كافي بالأناتومي مال المنطقة اللي إحنا دا نشتغل بها، يعني قلنا المسافة شقد عن النيرف، شقد عن المكزيلاري ساينس، اللينث مال البون شقد، والويدث مالته شقد، ايضا الانكلينيشن اللي تصير عندنا بالبون، البون مو نازل عدل، مرات يعني لينجوالي يكون كيرف، مرات يكون ليبيال كيرف، هاي لازم كلها تكون على درايه تامه بها قبل ان نبدي نشتغل. ايضا نحاول نحافظ على الفايتاليتي مال البون من خلال استخدام شارب دريل، من خلال استخدام سلو دريلينج وهاي كولينج. هاي الامور جدا مهمه حتى نحافظ على الفايتاليتي مال البون وبالتالي نحصل على جود ريزلت. طبعا البريبريشن يكون على شكل مراحل، بالبدايه نبدا بالبايلوت دريل اللي هو يكون شارب ويسوينا بيرفوريشن للكورتكس، ومن ثم نبدي نصعد بالسايز تدريجيا. يعني لو فرضنا انه احنا عندنا زرعه فرضا 4 ملم، ما راح نبدي بدريل 4 ملم، راح نبدي بدريل 2.8 مثلا، بعدها ناخذ نبدل الدريل بدريل ثاني يكون السايز مالته مثلا 3.2، بعدين نصعد 3.5، بعدين نصعد 3.7 فرضا، يعني لانه يختلف من كت لكت، من سيستم سيستم، من نظام النظام، كلها تختلف الدريلز مالتهم، بس الفكرة انه احنا نصعد بالتدريج حتى يعني حتى نسوي اكسبانشن للبون باقل تأثير ممكن، ونحاول انه احنا نحافظ على الفيتاليتي مال البون بقدر ما نستطيع. ممكن نشوف هذا الفيديو توضيحي عن عملية الامبلانت من البداية للنهاية. Thank you.
reflection, you copy the astral flag. Round burn, so perforation in cortex. نتعامل ويا بون اللي هو vital tissue، فنكون جدا حريصين على التعامل مع البون حتى نضمن عملية good osteointegration. هذا نسميه الكاونترسينك. الكاونتر سينك نستخدمه بالاخير عادة بعد ما سوينا درينينج لللينث اللي احنا حددنا. الكاونتر سينك هو يسوينا وايدنينج من الابر ثيرد فقط، يعني بس الجزء العلوي. اغلب الزرعات تكون وايد من الاعلى، اذا تشوفوها تنتبهون عليها الصور مالتها تكون تيبرد، يعني من جوا نرو من فوق تكون وايد، فحتى نحصل على اكوموديشن للشكل مال الزرعه انه احنا نستخدم الكاونتر سينك. لكن حقيقه هو مو كل الحالات تحتاج انه احنا نستخدم لها كاونتر سينك. هنا كملنا وراح نخلي الامبلانت. الامبلانت طبعا نستخدمها بلو سبيد، انه السرعة مالتها ما تتجاوز 40 فرة بالدقيقة، بدون ما نستخدم ووتر طبعا اثناء ما نخلي الامبلانت. تكون السرعة مالتها قلنا درجتها مو اكثر من 40 فرة بالدقيقة، والعزم اللي نخلي بيه او التورك مو اكثر من 40 نيوتن حتى لا يصير هيتنج للبون، وبالتالي يصير نكروسس بالاوستيوسايت فتأثر على عملية الاوستيو انتجريشن. هذا نسميه الكفر سكرو. بعد ما خلينا الامبلانت نغطي الامبلانت بالسكرو والسوتشرينج. طبعا الهيلينج بيريود تختلف، بالنسبه للماندبل عاده 3 اشهر 3 مانث تكفي، لان الماندبل عاده يكون دنس بون، بينما بالماكسيلا يعني موستلي هو كانسلس بون، بالتالي نحتاج فتره 6 اشهر حتى نحصل على اوستيو انتجريشن. فاللور عاده بقي 3 اشهر والابر عاده بقي 6 اشهر حتى نحصل على اوستيو انتجريشن، وبعدها نبدا بالمرحله الثانيه اللي هي مرحله الجنجابل فورما. طبعا احنا عندنا بال سيرجيكال بريبريشن عندنا اكو 1 ستيج واكو 2 ستيج. ال 2 ستيج انه احنا نخلي كفر سكرو ونسوي سوتشرنج للجنجيفا او الفلاب فوق الزرعه، وننتظر بعدها بعد ما صار عندنا الاوستيو انتجريشن نفتح انسجن بسيط نسوي اكسبوجر للسكرو ونطلعه ونخلي بمكانه الهيلينج ابارتمنت يصيحوا له او الجنجافا الفورمر. نبقي قلنا من 10 ايام الى 3 اسابيع تقريبا لحد ما يصير عندنا هيلينج بال الجنجيفا ونحصل على كيراتينايزد ميكوزا اراوند ذا امبلانت. بعدها نبدي بالمرحله الثانيه اللي هي مرحله الامبريشن. اكو طريقه ثانيه نسميها الوان ستيج. الوان ستيج هذه اثناء ما انه احنا سوينا فتحنا فلاب وخلينا الفيكستر او الزرعه ثبتناها، ما نخلي كبر سكرو وانما نخلي الابارتمنت العفو الجنجافا الفورمر مباشره، يعني طيل هاي الفتره 3 اشهر او 6 اشهر انه الزرعه ما راح تكون مغطاه بالجنجيفا وانما راح يكون موجود عندنا الجنجافا
فورمر كل واحدة لها إنديكيشن موجودة ذكرت لكم إياها بالمحاضرة الباوربوينت راح إن شاء الله تطلعون عليها أكثر من تشوفون الباوربوينت. هنا هو متبعين طريقة الوان ستيج. نرجع شوية للفيديو. هذا الترانسفير انه هو ياخذ بين امبريشن، لكن اكو بعض الكتات يقول لك الستريت ابارتمنت ممكن تستخدمه كترانسفير. فهو هنا اخذ امبريشن بالابارتمنت اللي هو يعتبر ترانسفير، وراح يرجع الجنجابا فورما ما بين انه يتصنع الكراون بالمختبر. بعد ما سواله preparation وهذا السكرو راح يقفل لنا الابارتمنت ويا الفيكستشر. هاي هنا نسميه سحول الراجل، او احنا بالعربي نقول عليه الراجز، يسحول التورتش راجز او تورتش راجل. ليش هذا الفكره بالعفو الفكره بانه هو يحدد لنا قوه العزم، بمعنى انه يفتر لدرجه معينه بعد يقول ما يفتر، يعني شلون نقول يضرب بوش. فمثلا الامبلانت يعني حسب السكرو مالته، حسب التايب، حسب السايد السكرو التايب مالته السيستم، بس كقوه عزم يعني من 20 الى 35، يعني مو اكثر من 40 نيوتن. فاحنا نضبطها حسب تعليمات النظام مالتنا اللي بدنا نشتغل عليه، نربط العزم مثلا على 35 او على 30 نيوتن. نشوف انه احنا نرجع قليل، نشوف انه احنا هذا من راح يقفل السكرو، نشوف انه هو من راح يوصل مثلا 30 نيوتن يبدي يضرب بوش، فمعناها انه خلاص حصلنا على العزم اللي مخصص لهذا النوع من الزرعات حسب تعليمات السيستم. بعدها نسوي فيكسيشن، هذا السمنت التايب، نعم. الآن عندنا بس موضوع موجود عندكم بالباوربوينت اللي هو السيرجيكال جايد. السيرجيكال جايد هو نحتاجه حتى يحدد لنا مكان الزرعة بالضبط. احنا قلنا ناخذ الكومبين سيتي سكان، وبالمختبر راح يسوون السيرجيكال جايد يحددون بالضبط الانجوليشن مالتنا، السايز العفو السايت بالضبط وين مال الامبلانت. فيتخلى بهذه الطريقة عبارة عن اكريليك بيز وبها ثقب من مكان محدد، فهذا هنا يحدد لك يقول لك انت بالضبط خلي الامبلانت بهذا المكان تحديدا. يعني احنا راح نقعد هذا على البيشنت ماوث سيرجيكال جايد ونسوي درولينج من هذا الثقب اللي هو خاله، ونخلي الامبلانت كله من هذا الاتجاه تحديدا، هذا حتى نضمن انه احنا حصلنا على البيست لوكيشن اوف امبلانت من ناحيه الجيسنج تيث، من ناحيه الانجوليشن مالته بوكالي لينجوالي. نحتاجه حقيقة بالسنجل توث يمكن مو كل شهواي نحتاجه، بس لما يكون عندنا مثلا فول ارتش
لا يكون ضروري. نحتاج بالسي تي يحدد لنا الثيكنس مال البون. البون مرات تلقاه من فوق نارو لكن من جوا يكون وايد. انتيريرلي يكون مثلا نارو يعني منطقه الكنان تلقاه وايد. فعلى العموم انه بالسي تي راح يشوف وين مكان الثيكنس افضل مكان عندنا، راح يقول لك خلي لي امبلانت بهذا المكان وهذا المكان، يحدد لك اياها مسبقا. فمجرد ان احنا قاعده بالبيشنت ماوث، وممكن عيادة ثانية ان احنا نثبته بسكرو على البون ونسوي درلينج من اماكن المخصصه اللي خصصنا اياها التكنيشن بالاعتماد على صوره الكومبين سيتي سكان. شنو الكومبليكيشن اللي ممكن تصير يا دنتال امبلانت؟ اكو كومبليكيشن تصير انترا اوبراتيف، اكو كومبليكيشن بوست اوبراتيف، واكو كومبليكيشن بعدين تصير ليت. الانترا اوبراتيف كومبليكيشن طبعا البوزيشن، يعني مرات يصير عندنا مشكله بالبوزيشن تكون مقربه زايد مثلا على النايت بورينج توث او ضارب الروت مالته، احيانا الانجليشن مالته مو صحيح. ايضا يصير عندنا دامج للادجسنت تيث او الميكوزا، يصير عندنا دامج للبون، ممكن الانجليشن اذا مو صحيح يصير عندنا بيرفوريشن، ممكن يصير حتى عندنا فراكتشر يعني تسبب لنا ويكنس للبون، ممكن يصير عندنا بيرفوريشن للمكسيلري ساينس للنيزل فلور، يصير عندنا دمج للنيرف وبالتالي راح يصير عندنا باراسيزيا. ايضا تصير عندنا لوز امبلانت، خاصه اذا انه الدرينك مالتنا ما كان بصوره صحيحه او ما استخدمنا السايز المضبوط بالقياسات مالتنا يعني، او انه البون ما حسبنا حساب البون مالتنا، البون يكون تايب 4 مثلا واحنا ما حاسبين حسابنا، سوينا دريلينج على السايز مال الامبلانت بالتالي انه راح تكون لوز. وايضا ممكن يصير عندنا بليدنج خاصه بمنطقه الانتيرير ماكزيلا، ممكن تكون الان قريبه من النيزوباليتاين فيزلز وغيرها. عندنا البوست اوبراتيف كومبليكيشن، ممكن يصير عندنا بين، ممكن يصير عندنا سويلنج، ممكن يصير عندنا بليدنج سكندري بليدنج، وايضا ممكن يصير عندنا infection. late complication ممكن يصير عندنا resection بالميكوزا، bone resorption ومobility، وممكن يصير عندنا implant fracture، وممكن يصير عندنا fracture حقيقة بالسكرو اللي يربط لنا الابارتمنت على الفيكستشر، وهي تقريبا من اكثر المشاكل ربما اللي نشوفها بالكلينيك، انه يجيك صاير fracture بالسكرو. ها طبعا معناها انه اما انه احنا يعني اثناء ما ضاب السكرو اللي يربط الابارتمنت بالتكستشر انه اكثر من الطاقه المقرره اليه. احنا قلنا انه عندنا الراجز يعني تورك راجت يكون المحدد انه انت عندك 30 نيوتن، اذا انت مثلا قفلت على 40 نيوتن هو ما راح ينكسر عندك مباشره بس بعدين راح يصير عندك فراكتشر، او انه مرات يكون الفورس اقل مثلا 30 نيوتن انت قفلت بايدك ما عندك راجز عادي فقفلت بايدك قفله قويه وظنيت انه هي هذه خلاص يعني 30 نيوتن هذه، بس هي بالحقيقه اذا تيجي تحسبها فما راح تكون 30 مثلا تكون 20 نيوتن، هذا بمرور الزمن راح يصير لوز. طبعا عندنا الان موضوع الكرايتيريا فور سكسس، ايش وقت نقول انه احنا الزرعه مالتنا تعتبر ناجحه؟ الزرعة نقول عليها ناجحة أولا لما هي تكون قاعدة في مكانها ما بها موبيليتي، لما تكون راديوغرافيكالي ما عندنا حولها راديوليوسنسي أراوند ذا إمبلانت، يعني ما صار عندنا بون ريزوربشن بكمية كبيرة. احنا يصير عندنا بون ريزوربشن هذا فشي متوقع، الفيرتيكال بون لوس، لكن كمية ما تكون أقل من 0.2 من المليمتر كل سنة. هذا يعتبر يعني اوكي يعني نورمال، لكن من يصير معدل اكثر ويصير عندنا بون لوس لا هذا راح يصير عندنا فيلر. ايضا ابسنس اوف بيرزستنس اند سيمتوم مثل البين والانفكشن والباراستيزيا، هاي ما عندنا هاي المشاكل كليتها راح يعتبر انه احنا الامبلانت مالتنا سكسسفول. طيب شنو الاسباب اللي ممكن تسبب لنا فيلر بالامبلانت؟
طبعا قلنا احنا poor quality و quantity of bone and soft tissue. ايضا البيشنت ميديكال كونديشن كان يكون uncontrolled diabetic، يكون مثلا سيفير اوستيوبروسيس عنده مثلا. ايضا unfavorable patient habit، patient عنده بروكسيزم بحيث يسلط فورس جدا قوية على الامبلانت فده يحمله فوق طاقته. ايضا البيشنت يكون heavy smoker يعني long term smoking فترة طويلة جدا، هذا راح يأثر على الفاسكولاريتي ويأثر على البون أيضا. فدائما احنا نقول contra indicated، البيشنت اللي يكون heavy smoker لفترة طويلة contra indicated للإمبلانت. أيضا عندنا poor oral hygiene جدا مهم، الإمبلانت حالة natural tooth أن تحتاج إلى عناية من ناحية يعني التفريج ومن ناحية الموثوش. أغلب المراجعين يعني أو كثير من المراجعين يعتقد أنه هو من خلى إمبلانت خلاص بعد أنه هاي تبقى وياه طول العمر، ما راح تأذي، ما راح توقع، ما راح تصير بها مشاكل. للأسف الكثير من المراجعين عندهم هاي الفكرة يعني، لذلك الموتيفيشن على الجود أورال هايجين هذا جدا ضروري. أيضا أنه إنأدكوت سيرجيكال أناليسيس أند تكنيك، أنه ما استخدمنا السيرجيكال ستيبس منشن عليها بصورة صحيحة، كأن يكون احنا مثلا سوينا دريلينج بس نسبة الاريجيشن عندنا قليلة، او مثلا الدريلينج مالتنا سويناه على سرعة عالية. مثلا احنا نسوي الدريلينج بالبداية سرعة ما تتجاوز 600 الى 700 فرة بالدقيقة، ممكن اذا اسرع راح يعني تسبب لنا اوفر هيتينج ويا للبون. ايضا قوه العزم اثناء من دخل الامبلانت احنا عاده نحددها 40 45 نيوتن مو اكثر، اذا اكثر من هذا راح تسبب لنا هيتينج للبون ايضا، وايضا تسبب لنا لوس اوف امبلانت بالمستقبل. ايضا عندنا السب اوبتيمال امبلانت ديزاين، نعرف انه الامبلانت بتفاصيل كثيره اسعاره متنوعه، اكو عندنا شركات كثيره كل شركة تنطيك اوبشنات اضافية، اكو نوعيات زينة اكو نوعيات رديئة وهكذا. الامبلانت بوزيشن اند لوكيشن ايضا مهم، احيانا يجيك بيشنت مثلا خال يعني ما عنده مثلا اسنان بالرايت سايد ويجي يخليك مثلا تو امبلانت فقط مثلا بالليفت سايد، بحيث انه الماستيكيشن والفورس كله راح يصير عليهم، وخطأ طبعا. الفورس المفروض تتوزع على الأوكلوجيال سيرفيس مال أول تيث، فتعويض مثلا جهة واحدة أو مكان واحد وتترك بقية الجهة فارغة، هذا غير بقية الموت يعني أنه ما بي أسنان، هذا غير صحيح، لأن أنت راح تسلط فد يعني ضغط أو تحمل الإمبلانت فوق طاقتها أو فوق القوة قدرتها التحملية. ايضا عندنا احيانا يكون شغلك صحيح، مختار افضل النوعيات للامبلانت وماشي بصوره جدا ساينتفك، البون مالتك ما عندك مشكله، البيشنت ما عنده مشكله، مشيت على كل الخطوات بصوره صحيحه وساينتفك، ومع هذا يصير فيلر. وارد جدا هاي الامور، لان هي حقيقه الاوستيو انتجريشن يعني معالمها شلون تصير ما واضحه 100%، لذلك انه متوقع. وللاسف انه هاي الحاله تشوفوها اكثر شيء يصير عند البيشنت اللي هم ناغينج بيشنت، البيشنت سبحان الله من يجي وظل ينقنق على امور، وانا شفت هيجي وطبيب فلان هيجي سوى، وهاي ليش ما استخدمت لي هيجي، وانا على اليوتيوب شفته هيجي يسوي، سبحان الله توقع كل مشاكل الدنيا راح تصير ويا هيجي بيشنت. المحاضره شوي طولنا عليكم بها، اضطريت انه اقسمها الى جزئين لسهوله تحميلها على اليوتيوب. بالنسبة لأي طالب عنده سؤال أو استفسار عن الموضوع، طلبتنا الأعزاء في كلية طب الأسنان جامعة تكريت، أنتم موجود التواصل المباشر عن طريق التليجرام، عن طريق الجوجل كلاس روم، عن طريق الماسنجر وغيرها. لكن الأطباء الأسنان في الكليات الثانية اللي يحب أنه أي استفسار عنده أو ملاحظة او فد موضوع مو فاهمه، ممكن ان يتواصل ويانا على السلايد شير او الفيسبوك تويتر انستغرام، خليت لكم الروابط مالته هنا.
أتمنى إن شاء الله أن تكونوا استفادتوا من هذه المحاضرة، ونشوفكم إن شاء الله على المحاضرات القادمة.